السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال الأندلس. النهاردة إن شاء الله معانا المراجعة النهائية للصف الأول الإعدادي، لأن في بعض المحافظات لسه متحنتش في الدراسات الاجتماعية الصف الأول الإعدادي. معانا تدريبات شاملة لكل الجغرافيا إن شاء الله، الجغرافيا والتاريخ، تدريبات شاملة لكل التاريخ. مع بعض كده هنركز على بعض الحاجات اللي عندنا ونركز شوية شوية، واي حاجه تلاقوها هتلاقيها موجوده على موقعنا الرسمي اجيال الاندلس. تمام، اهم الاسئله عندنا يا جماعه عشان نركز ونظبط بس كده الخلاصه النهارده ان شاء الله عشان الامتحان بكره او في خلال الاسبوع ده. هركز على اهم الاسئله في الجغرافيا واهم الاسئله في التاريخ. هناخد الاول اهم الاسئله في الجغرافيا ونشوف ايه الخلاصه اللي هتيجي بعد المراجعه دي، وايه المهم فيها، وايه اللي نركز عليه واللي ما نركزش عليه. نشوف اول حاجه هنركز عليها يا جماعه الخريطه. لما جينا خريطه في الامتحان، جينا خريطه في الامتحان، هيجينا مثلا خريطه العالم، جينا ايه خريطه العالم. لو جينا خريطه العالم زي دي كده، خلاص بنركز على، هنشوف مع بعض يا جماعه كده الخريطه اللي قدامنا دي. لما يجي لك في المحيط هنا يبقى ده المحيط الاطلنطي، وهنا المحيط الهادي. لما اعرف الكلام ده، لما يكون المحيط في الغرب وموجود عندنا في الشرق يبقى ده المحيط الهادي. اما في وسط القارات كده يا اولاد يبقى المحيط الاطلنطي. هنا المحيط الهندي عشان نركز بس. بيجي دايما يجي يقول لك القارات، هنا قاره اسيا، ودي قاره افريقيا، ودي قاره امريكا الجنوبيه، ودي قاره امريكا الشماليه. طيب هنركز مع بعض شويه كده، ويجي دايما يقول لك بحر داخلي. البحر الداخلي اللي هو البحر المتوسط، لكن في المنطقه دي البحر الاحمر. طب المحيط اللي فوق المحيط الايه؟ القطبي الشمالي، وده المحيط القطبي الجنوبي. يجي لك في المنطقه دي كده يقول لك المحيط ايه؟ المحيط الهندي. المحيط ايه؟ الهندي. عايزين نركز، يبقى في الشرق وفي الغرب في طرفين الخريطه ده المحيط الهادي، في النص المحيط الاطلنطي، في الجنوب هنا المحيط الهندي. هنا هو بحر داخلي، يقول لك البحر ايه؟ المتوسط، وده البحر ايه؟ البحر الاحمر. تمام، ودي قاره ايه؟ قاره اسيا، ودي قاره امريكا الشماليه. نيجي بقى للمدارات. لو جاء لك خط في نص الخريطه يبقى اسمه خط الاستواء. طب لو جاء تحت شويه مدار الجدي، طب فوق مدار السرطان. مدار ايه؟ السرطان. طب هنا اذا تعاملت الشمس، لو جاب لك قال لك تتعامل الشمس على مدار الجدي، يبقى عندهم ايه؟ عندهم صيف، واحنا عندنا شتاء. طيب اذا تعاملت الشمس على خط الاستواء تعرف بقى تبع الايام او تبع الشهر اللي فيه. يجي يقول لك لو تعامل الشمس على خط الاستواء يبقى عندك يا اما ربيع يا اما خريف اللي هو الاعتدالي. اذا تعاملت الشمس على مدار السرطان يبقى احنا عندنا صيف في الشمال وفي الجنوب شتاء. ده بالنسبه للي ممكن يجي في الخريطه، ونركز شويه سهله جدا. يبقى دي قاره اسيا، في المحيط في النص يبقى المحيط الاطلنطي، في الطرفين المحيط الهادي. ده بالنسبه للخريطه اللي ممكن تيجي في الامتحانات وسهله جدا جدا جدا. هنتابع مع بعض بقيه الاسئله ويلا بينا ونشوف بقى الاسئله المهمه في الجغرافيا. اهم سؤال في الجغرافيا عندنا، وركز شويه، بما تفسر اختلاف الوان النجوم. لو قالك بما تفسر اختلاف الوان النجوم يبقى حسب درجه حرارتها، فالاقل حراره لونه ايه؟ احمر، والاكثر حراره ايه؟ ازرق. عشان النجوم هي اجسام كبيره مضيئه ومتوهجه، مش ضوء وحراره، تكون مواد غازيه. طبعا هيجي لك تعريفات، يا نجوم يا الكواكب يا النيازك يا الشهب يا البراكين يا الزلازل. نركز قوي في الموضوع ده عشان الحاجات دي مهمه جدا في الامتحانات. تمام، نيجي برضو نشوف ونركز مع بعض كده في بعض الاسئله الهامه الثانيه. نركز شويه كده. عندك بما تفسر يطلق على مجراتنا اسم سكه التبان. ليه؟ لانها تشبه التبن المتساقط على الطريق. تمام، طب الدرب اللبني تشبه اللبن المسكوب. خلاص، اللبن ايه؟ المسكوب. نيجي يقول لك بما تفسر وجود السدم بسبب انفجار النجوم. طب ماذا يحدث اذا نزلت النيازك في مناطق مهوله بالسكان؟ تؤدي الى دمار شديد، تؤدي الى حفره عميقه، وتسبب طبعا موت كتير جدا لبعض السكان. الشهب هي اجسام سماويه صلبه، بخلي بالك بقى، صغيره الحجم، مالها تسبح في الفضاء وترى على هيئه سهام ضوئيه، لا تسقط على الارض لكن تسقط النيازك على الارض. ده بالنسبه للسؤال ده. في عندنا سؤال تاني، اكبر الكواكب المشتري واصغر الكواكب واقربها طبعا
عطارد، عشان بس نركز كده، اقرب الكواكب عطارد وابعدها نبتون، لكن اصغر الكواكب هي عطارد. نيجي لسؤال قارن بين الكواكب الداخليه والكواكب الداخليه. دي من الاسئله المهمه وخلي بالكم منها، الفرق بسيط جدا بين الكواكب الداخليه والكواكب الخارجيه. الكواكب الداخليه اللي هي زي عطارد، زهره، الارض، المريخ، طب ماشي. الخارجيه ها المشتري، زحل، اورانوس، نبتون. الداخليه هنا بقى هنشوف حاجه ونعكسها. اول حاجه كواكب صلبه، الناحيه الثانيه كواكب غازيه، ها احجامها صغيره، احجامها كبير، تمام. هنا سرعه الدوران، هنا بطيئه الدوران، يطلق على اسم الكواكب هنا الارضيه، هنا الكواكب الغازيه، تمام. طب ليه بقى عندنا من ضمن الاسئله المهمه كوكب المريخ يطلق عليه كوكب الاحمر؟ لانه غني باكاسيد ايه؟ لانه غني باكاسيد الحديد الحمراء. طب بما تفسر يطلق على كوكب الارض الكوكب المائي؟ لان الماء يشغل 77%. طب ليه في على سطح الارض اللي هو حياه؟ قال لك لانه هو الكوكب الوحيد على سطح الحياه. ليه؟ عنده غلاف غازي، عنده ماء، عنده درجه حراره مناسبه، عنده قوه الجاذبيه والضغط الجوي. كل الكلام ده خليته من اشهر الكواكب المهمه جدا. جت سؤال قال لك ما اوجه الشبه بين كوكب الزهرة والأرض، أو يعرف الزهرة بتوأم الأرض، ليه؟ لأنه يتشابه معايا يا أولاد في القطر والحجم والكتلة. برافو عليك، ده كده كويسين قوي. راجعوا شوية شوية هتلاقيها بسيطة وتلاقي المنهج سهل جدا جدا جدا. ده بالنسبة للأجزاء المهمة عندنا حتى في الدروس الأولى أو في الوحدة الأولى كلها. الأسئلة المهمة برضو في الوحدة الثانية، ليه لا؟ لماذا لا نشعر بدوران الأرض أو بانحناء الأرض؟ أو لماذا يبدو سطح الأرض كأنه سطح منبسط؟ ليه يا أولاد؟ يبدو كأنه سطح منبسط لحاجات بسيطة، لأن ما تراه العين ما هو إلا جزء صغير جدا من مساحة الأرض. عشان كده إيه النتائج المترتبة على كده؟ أدى إلى اختلاف توزيع أشعة الشمس، أدى إلى اختلاف كمية الأشعة الساقطة على الأرض، أدى إلى اختلاف درجات الحرارة، أدى إلى تنوع المناخ، أدى إلى تنوع النبات، أدى إلى تنوع الكائنات الحية، أدى إلى تنوع الحياة كلها. سهلة؟ سهلة جدا، بسيطة وسهلة جدا. نيجي للسؤال، ليه الأرض منبعجة ومفلطحة؟ ليه الأرض ليست كاملة الاستدارة؟ الأرض ليست كاملة الاستدارة ليه؟ قال لك لأن القطر الاستوائي أطول من القطر القطبي، تمام؟ أو لأنه الأرض غير كاملة الاستدارة، فهي مفلطحة عند القطبين ومنبعجة عند خط الاستواء، ومنبعجة عند خط إيه؟ الاستواء. في برضه من ضمن الحاجات المهمة اللي بتيجي دايماً في الامتحانات عندنا أهمية دوائر العرض، أهمية إيه؟ دوائر العرض مهمة جداً، مهمة جداً أهمية دوائر العرض. أهمية دوائر العرض عندنا بتحدد الموقع الشمالي أو جنوبي. تاني حاجة بتقسم العالم مناطق حرارية. تالت حاجة بتفيد في التعرف على أحوال المناخ. رابع حاجة بتحدد مع خطوط الطول موقعك فين، مكانك فين، تمام؟ طب أهمية خطوط الطول سهلة بقى، سهلة، هي حاجتين بتحدد موقع المكان، شمال أو جنوب ولا شرق وغرب؟ لا شرق وغرب. طب إيه كمان؟ بتحدد الزمن وفروق التوقيت. أنا عايز أروح السعودية بقدم الساعة، عايز أروح ليبيا بأخر الساعة، يبقى لو رايح الشرق ها بقدم، لو رايح الغرب بأخر الساعة، تمام؟ ده بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول، وبين كل خط وخط 4 دقايق، بين كل خط وخط كام؟ 4 دقايق. عشان كده يقول لك ايه؟ الظهر أو العصر أو المغرب بيبدأ في السعودية قبل مصر، ليه؟ لأن الشمس بتشرق في الشرق قبل الغرب، أو لأن السعودية في شرق مصر، خلاص؟ أو مصر غرب السعودية. طب لماذا لا نشعر بحركة الأرض دوران؟ الأرض بتلف واحنا قاعدين، ليه ما بنحسش بيها؟ قال لك بسبب سرعة وانتظام دوران الأرض. قال لك بسبب الجاذبية الأرضية، فالأرض عند دورانها إيه اللي بيحصل؟ بينجذب إليها كل حاجة، بينجذب إليها إيه؟ كل حاجة، وفي نفس الاتجاه سرعة وانتظام يا ولاد. طب أهمية تعاقب الليل والنهار إيه؟ تعاقب الليل والنهار أثر كبير جدا في تنظيم الحياة بتاعتنا، كبير جدا. إيه كمان؟ مكنت العلماء يعرفوا حاجات كتير جدا عن الأرض، رغم إن إحنا ما عرفناش إلا 20% بس من الحاجات دي كلها. إيه برضه الأسئلة المهمة؟ ما المقصود بمحور الأرض؟ من الحاجات اللي جت في الامتحانات، هو خط وهمي يصل بين القطبين مرا بالمركز، مرا بالايه؟ بالمركز، ويمين على الخط العمودي بمقدار 23.5. تم النتيجة المترتبة على دوران الأرض أو دورة الأرض حول محورها تعاقب الليل والنهار.
2 اختلاف التوقيت، 3 تكون ظاهرة الشروق والغروب، 4 انحراف الرياح اعكس يمين في نصف الكرة الشمالي، يسار في نصف الكرة الجنوبي، وانحراف الأجسام الساقطة على سطح الأرض على الاتجاه العمودي، تمام؟ طب جالك سؤال، ماذا يحدث لو كانت الأرض ثابتة؟ مفيش تعقب ليه والله. طب ماذا يحدث لو كانت الأرض ثابتة؟ يظل الجهة دي نهار والجهة التانية ليل. طب ماذا يحدث لو كانت جاذبية الأرض مثل القمر؟ هيطير الإنسان من السماء. هيطير. تمام؟ أنتوا عاوزين كده، صح؟ طيب. طب ماذا يحدث لو كانت الأرض زي المشتري؟ يلزق الإنسان فين؟ ما يعرفش يتحرك. لن يستطيع أو يلتصق الإنسان في الأرض ولا يستطيع الحركة. نركز بس عشان نفهم الحتة دي. عندك سؤال، الأشعة العمودية أشد حرارة من الأشعة المائلة، ليه؟ لأن الأشعة العمودية مالها؟ بتخترق مسافات قصيرة عن الأشعة المائلة، بس الأشعة المائلة كتيرة طويلة. الأشعة العمودية أكثر حرارة، الأشعة المائلة أقل حرارة. الأشعة العمودية تغطي مساحة أقل، الأشعة المائلة تغطي مساحة أكبر. تمام؟ سهلة؟ سهلة جدا، سهلة جدا جدا. تمام؟ طب هنا كيف يعرف السطور 4 بسبب دوران الأرض حول الشمس؟ كل 365 يوم وربع. طب ليه بنفسر حدوث الليل والنهار؟ بسبب دوران الأرض حول محورها أمام الشمس كل 24 ساعة. كل 24 إيه؟ ساعة. عشان كده ميل محور الأرض هو السبب في حدوث هذا الاختلاف. حدوث هذا إيه؟ الاختلاف. ماذا يحدث لو كان ميل محور الأرض عمودي مش مائل كده؟ طب هو مائل بزاوية 23.5، لو كان عمودي أول حاجة لو أصبحت أشعة الشمس مالها؟ عمودية بس على خط الاستواء، وما أو مائلة في بقية الأجزاء الأخرى. طب هنا لا يحدث الليل والنهار، لا يحدث الصلاة الأربعة، هتلاقي كل حاجة من غير ترتيب، هتلاقي المناخ مختلف، لا هيبقى ثابت، مفيش تغير. تمام؟ عشان كده بتختلف. الصيف أعرف اللي هو بسبب تعامل الشمس على مدار السرطان يوم 21 يونيو، يبقى عندك صيف وما عندهم شتاء. طب الشتاء العكس. تمام؟ اللي هو 21 ديسمبر اللي هو الميكولابين، اما في الصيف في الربيع والخريف اللي هو خط الاستواء. خط ايه؟ الاستواء. هل اثر الصوره 4 على حياه الانسان؟ طبعا. ازاي؟ بتاثر على الانسان اللي انت بتغير ملابسك، انا لابس تقيل، شوفوا اهو جو برد. جو برد ليه؟ عشان احنا في الشتاء. تاني حاجه النبات بيتنوع، النبات بيختلف، بيختلف ايه؟ النبات كله. ايه كمان؟ الحيوان بيعمل بيات شتوي، بيعمل ايه؟ بيات شتوي، عشان نركز بس في الموضوع ده كله. تمام؟ عندك حاجات كتيرة جدا ممكن تأثر فيه. ده بالنسبة للوحدة التالتة. الوحدة التالتة الأسئلة المهمة اللي فيها أهمية اليابس اللي هو الميدان الرئيسي لنشاط الإنسان. تاني حاجة مصدر لكل المنتجات الزراعية والحيوانية والمعدنية. أما أهمية المياه سر الحياة. سر ايه؟ الحياة. ومصدر ثروات الاسماك والاملاح والمعادن وكل حاجه. تمام؟ طب هنا نظريه فيجنر بتقول ان العالم كله كان عباره عن قاره واحده اسمها بنجايا، ثم انقسمت الى لوراسيا جوندوانا، بينهم بحر متوسط وبحر تيسيس، ثم انقسمت الى العالم كله. تمام؟ طب هل في دليل على كده؟ الدليل على نجاح هذه المرحله اهو. ده الدليل. تمام؟ ده ايه؟ الدليل على نجاح هذه المرحله. اللي هو التشابه بين الساحل الغربي لافريقيا والساحل الشرقي لامريكا ايه؟ الجنوبيه. تمام؟ ده بالنسبه للكلام ده كله. في عندنا برضو سؤال، ما النتائج المترتبه على توزيع اليابس والماء؟ شوف اختلاف 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 اختلاف. اختلاف التضاريس والمناخ على سطح الارض. اختلاف الاقاليم المناخيه والنباتات. اختلاف خصائص النباتات والحيوانات. اختلاف توزيع السكان. اختلاف نشاط السكان. تمام؟ طب لو قال لك يعني محيط مساحه واسعه من الميه المالحه لها اعماق كبيره. تمام؟ ده بالنسبه للتعريف المحيط. عندك الجبال والهضاب، ارض مرتفعه ولها قمه اكثر من 1000 متر، ده اسمه ها الجبال. الهضاب مناطق واسعه من الارض مستوى شبه ايه؟ مستويه. اما التلال اجزاء مرتفعه بس اقل من 1000 متر. السهول ارض منبسطه لا يزيد ارتفاعها عن 500 متر، زي مثلا سهول فيضيه، سهول ساحليه، الكلام ده كله. الأودية أرض منخفضة مستطيلة تحيط بها المرتفعات. أرض منخفضة مستطيلة تحيط بها إيه؟ المرتفعات. السؤال اللي جه، بما تفسر السهول أكثر ملائمة للنشاط البشري أكثر من الجبال؟ ليه؟ لأن السهول غنية بموارد كتيرة يا أولاد، غنية بموارد اقتصادية، زراعية، صناعية، تجارية، كل حاجة. تمام؟ الزلازل
هزات سريعه تحدث بين اجزاء معينه في جزء تحدث في اجزاء معينه من قشره الارض تؤدي الى الهزه دي، قد تكون قويه او شديد التنمير او ضعيفه. تاثيرها تؤدي للتصدعات فترتفع اجزاء وتقل اجزاء زي الشكل قدامنا ده كده، تمام. اما البراكين تؤدي الى جزر بركانيه زي جزر هاواي، تؤدي الى جبال مخروطيه مثل جبال كينيا، تؤدي الى هضاب بركانيه مثل هضبه اثيوبيا، تمام، مثل هضبه ايه اثيوبيا، ده برضه من الحاجات المهمه جدا، خلاص عايزين نركز فيه. الالتواءات طبعا والانكسارات دي حركات بطيئه بيطلع منها بعض التلال والكلام ده كله. التعريه الهوائيه مهمه تيجي في الامتحان، التعريه الهوائيه تؤدي الى الكثبان الرمليه والمنخفضات الحوضيه. اما التعريه الجليديه تؤدي الى البحيرات الجليديه. اما التعريه المائيه تؤدي الى دلات الانهار وتؤدي الى نحت نقل ارسال. تمام؟ ده بالنسبه للحاجات البسيطه دي. البحار المغلق اعرف اكبر بحر مغلق في العالم اللي هو القزوين. اللي هو ايه؟ القزوين. تمام؟ ده من البحيرات المفتوحه برضه اللي هو البحر الصيني. البحر ايه؟ الصيني. تمام؟ قارن بين الابار والعيون. قارن بين الابار والعيون من الحاجات المهمه. العيون هي تدفق طبيعي للمياه الجوفيه وخروجها للسطح الارض بشكل ايه؟ مستمر او متقطع زي العيون في الواحات المصريه. الابار حفره يتم حفرها بشكل راسي في الارض وصول لايه؟ الى مستوى المياه الجوفيه. خلاص؟ استخدامات المياه سهله جدا وبسيطه جدا وسهل انت توصل لها. ده بالنسبه للجغرافيا. انتظرونا في الجزء الثاني مراجعه التاريخ برضو عندنا. دي اسئله 2018 يا ريت تحلوها، لو في اي حاجه وقفت قدامكم قولوا لي. اهو ده امتحان 2018 وده امتحان 2017. وده امتحان 2016. بس عشان دي الامتحانات اللي جت في المحافظات عندنا، وبرضو اسئله اي سؤال يقف قدامكم ابعته لي. طب احنا هنراجع بسرعه اللي احنا قلناه. احنا قلنا السلم وقلنا الحاجات دي كلها، انا بتابع في الملخص في المذكره في الكتاب في كل حاجه. هنركز على التعريفات البسيطه نركز فيها. جه برضو سؤال يختلف التوقيت في مدينه القاهره ومدينه تونس لانهم يقعان على خطوط طول مختلفه. طب لو قال لك مصر والسودان لانهم على خط طول واحد. ما زعزعه كانت ارض مسطحه وليست كرويه، سقوط الاشعه الشمس طبعا على سطح الارض كلها في وقت واحد، وطبعا مفيش تنوع في المناخ والكلام ده كله. اعرف الدوره اليوميه اللي دوره الارض حول نفسها امام الشمس، والدوره السنويه دوره الايه؟ الارض حول ايه؟ حول نفسها لا حول الشمس كل 365 يوم وربع. دي الاسئله المهمه كلها، والاشعه العموديه المائله والاشعه العموديه اهي عندنا اهي برضو عشان نركز فيها الحاجات المهمه. من ملخص من الكتاب من المذكرات من كل حاجه انا بجيبها لكم عشان يبقى معانا كل حاجه معانا، ما نملش من اي حاجه، وفي نفس الوقت يبقى كل الاسئله المهمه معانا. دي كل الاسئله المهمه. الخريطه دي من الخرائط المهمه جدا، برضو من الخرائط المهمه اهي عايزين نركز فيها. الخريطه المهمه جدا. ما نتائج طبعا الحركات البطيئه تؤدي الى تكون القارات والسلاسل الجبليه العملاقه، برضو الحاجات ديت خلي بالك منها. ده ممكن دي كل الاسئله المهمه، الخلاصه بتاعت الجغرافيا كلها يا جماعه. لو في اي حاجه واقفه قدامكم ابعتوا لي اي تعليق تحت امر. استنوا بقى في الجزء الثاني النهارده برضو ان شاء الله، الجزء الثاني اللي هو مراجعه التاريخ. في امان الله. كان معكم اسامه لازم مؤسس اجيال الاندلس. في امان الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، واي حد يمتحن او اي حاجه تقف قدامه ابعت لي ان شاء الله. في امان الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.